معي ايضا مهندس اسامه صالح رئيس شركه مدينه دمياط الجديده للاثاث. مبروك مهندس اسامه، قول لي الخطوات القادمه ايه؟ اهلا يا استاذه لميس، وطبعا كل سنه وحضرتك انت طيبه بصحه وسلامه. والساده المشاهدين. الحمد لله النهارده كده تم تدشين المرحله الاولى والثانيه في مدينه الاثاث، واللي هي بتشمل على حوالي 1000 واكثر من 1500 ورشه، مساحات من 50 ل 100 متر مربع. كم ورشة اتباعوا او كم ورشة اتأجروا يا سيادة يا لا مستر؟ احنا في الوقت الحالي انتهينا خلاص من البنيه الاساسيه، والورش دي عباره عن هناجر كبيره بتتعمل من الحديد. يعني هنبتدي ان شاء الله في الاعلان عن الشروط في بعد العيد ان شاء الله. قول لي بقى كده هتعلن يعني المصنع، يعني اديني الشروط بقى هتبقى عامله ازاي؟ وطبعا يعني احنا يعني لسه كروس الشروط بنشتغل فيها، ولكن تقريبا الاساسيه هي الملامح الاساسيه بتاعتها احنا اتفقنا اولا مع من خلال البنك المركزي مع بنك مصر ان هيبقى ده تمويل هذه الوحدات من خلال مبادره البنك المركزي اللي هي 5%، فبالتالي التكلفه بتاعتها هتبقى متدنيه جدا. طريقه السداد هتكون في 10% دفعه مقدمه عشان الحجز، وفي سنه كامله من غير سداد يعني سماح عشان نديله فرصه انه يكون جاهز المكان بتاع المصنع الصغير، وبعد كده بتسدد على 10 سنين. القيمه بتاعت القسط زائد الفايده احنا احتسبناها بشكل انها تكون مقابله لايجار الورشه، ويمكن فرق بسيط جدا بينها وبين السوق. طب استاذ اسامه، هل كمان انتوا هيكون عندكم فكره الاختيار، يعني ان انت تقرر ان انت تختار مين اللي يكون موجود عندك، مش اي حد عايز يروح، يعني حد يكون ماهر، حد يكون بيشغل عماله مثلا بعدد معين، حد بيكون بيقدم صنعه مختلفه، يعني هل انت تقدر تختار ولا اي حد هيقدم لك وينطبق عليه الشروط تاخده؟ هو اي حد هيقدم هناخده من اللي هيتقدم، ولكن الاختيار بيكون في ايه؟ انا عندي مناطق مثلا، هو الهدف من المدينه طبعا تعميق الصناعه وزياده او رفع مستوى الكفاءه بتاعتها، بحيث ان احنا عندنا فاتحين اسواق تصدير نقدر نفتح ونضاعف ونزيد عن كده ثلاث اربع مرات في تصديرنا. فتعميق الصناعه يعني مثلا انا لو هيجي لي واحد هيعمل صناعات السنجيه هدي له اولويه 100%. حد هيجي لي بيعمل انواع المسامير اللي بستوردها من الخارج هدي له طبعا، تمام، لان انا يهمني في الاخر ان هذه المدينه اللي بيشتغل جواها ما بيشتريش حاجه من براها خالص. بشكرك شكرا. احنا هننتظر طبعا بعد رمضان الشروط، كراسه الشروط، ولازم هيكون لنا لقاء علشان نعرف الناس بتفاصيل هذه الكراسه. ده مشروع يا جماعه مهم جدا، وانا بشكرك مهندس اسامه صالح رئيس شركه مدينه دمياط الجديده للاثاث.